اليوم بطبيعة الحال كنا مدعوين كباقي هيئات أخرى من أجل التشاور والاستماع لنا من طرف الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، واللي الائتلاف النسائي هو ائتلاف مكون من 4 تحالفات وطنية كذلك من 15 جمعية. هذه المذكرة اليوم اللي بسطناها أمام الهيئة هي مذكرة تتناول 6 محاور أساسية، واللي حاولنا ما أمكن أن هذه المذكرة تكون تجيب على الحاجيات الآنية للنساء والرجال وكذلك للأطفال. كذلك أن هذه المذكرة ديالنا هي جات انطلاقا من الشكايات اللي وضعتها النساء عند المراكز الاستماع وعند فضاءات المتعددة الوظائف اللي تنشتغلوا معها داخل هذا الفضاء، كذلك عن طريق التقارير ديال المحامون والمحاميات اللي كذلك رصدوا عدة خروقات واختلالات وثغرات في قانون الأسرة. اليوم بطبيعة الحال هذه المذكرة اللي بسطناها هي مذكرة نعتبروها أنها مذكرة واقعية، مذكرة اللي خصها تجاوب على الحاجيات الآنية، وكذلك أنها مذكرة تنبني أساسا على المبدأ المساواة الحقيقية والفعلية بين النساء والرجال، وكذلك حماية الحقوق الفضلى للطفل. هذه المذكرة كما قلت سابقا أنها تحتوي على 6 نقاط أساسية. أولا النقطة الأولى تتكلم عن اللغة ومصطلحات المتداولة داخل قانون الأسرة، اللي تنعتبرها أنها لغة حاطة بكرامة المرأة، حاطة بكرامة الأسرة ككل، وحاطة كذلك بالناس اللي عندهم إعاقة. إذا اليوم ضروري أنها خصها تكون عندنا لغة حداثية، لغة تجيب كذلك على المتطلبات. النقطة الثانية هو أن باش نتكلموا اليوم على القضاء الأسري، سنتكلموا على النيابة العامة، خاص ضروري أن تكون عندنا قضاء اللي هو قضاء مستقل، قضاء اللي عنده موارد وطاقات بشرية كافية وكذلك موارد مادية من أجل أنه يفعل حقيقة قانون الأسرة. احنا اليوم الآن غنستقبلنا الهيئة اللي مكلفة بتعديل مدونة الأسرة، غنقدموا فيها المذكرة ديالنا. المذكرة ديالنا كنطالبوا فيها كنقترحوا أن تكون توحيد المرجعية، وتكون المرجعية حقوقية اللي هي مبنية على المواثيق الدولية اللي صادق عليها المغرب، وعلى طبعا دستور المملكة اللي هو اللي في المادة 19 كينص على المساواة، وفي على المادة 32 كينص على حقوق الأسرة إلى آخره. كنعتبروا أن المبدأ المساواة يجب أن يكون عرضانيا في هذا مدونة الأسرة لكي يعيش كل واحد في كرامة، سواء الرجل أو المرأة أو الأطفال. تكون مدونة الأسرة في متوازنة عصرية، تأخذ بعين الاعتبار مساهمة النساء في ثروة هذه الأسرة، وكتحيد جميع المقتضيات اللي هي فيها حيف للنساء، وفيها تمييز للنساء، وفيها حطم لكرامة النساء. إذا الآن هذا هو الاقتراح ديالنا، لبغينا تكون عندنا أسرة كتسير تنمية، أسرة متطورة تطور المجتمع. حنا غاديين في تطور، ما غاديينش في هذا. والقضية ديال أن في القضية ديال منظومة الموارد يجب فعلا أخذ بعين الاعتبار مساهمة النساء في ثروة العائلة، ويكون فيها مساواة وعدل بالنسبة لجميع أفراد الأسرة لكي لا يكون هناك لا ظلم ولا إقصاء.